شار الأسد مع القناة الثانية في التلفزيون الرسمي الفرنسي. مساء الخير سيادة الرئيس، أود أن أبدأ مباشرة. بالنسبة لمعظم الفرنسيين أنت مسؤول إلى حد كبير عن الفوضى السائدة في سوريا بسبب وحشية القمع الذي مورس خلال السنوات الأربع الماضية. من وجهة نظرك إلى أي حد كنت مسؤولا عن ذلك؟ في الواقع ومنذ الأسابيع الأولى من الصراع اخترق الإرهابيون الوضع في سوريا بدعم من بلدان غربية وأقليمية، وبدأوا بمهاجمة المدنيين وتدمير الأماكن العامة والممتلكات العامة والممتلكات الخاصة. وهذا موثق على الإنترنت من قبلهم وليس من قبلنا، وبالتالي فإن دورنا كحكومة هو الدفاع عن مجتمعنا ومواطنينا. لو كان ما قلته الآن صحيحا، كيف يمكن لحكومة أو رئيس مارسا الوحشية مع السكان وقتلوهم وواجها أقوى البلدان والقوى السياسية في العالم وبتمويل من البترودولارات في منطقتنا؟ كيف لرئيس كهذا أن يصمد لمدة أربع سنوات؟ هل من الممكن أن تتمتع بدعم شعبك بينما تمارس الوحشية ضده؟ في البداية خرج عشرات آلاف الناس إلى الشوارع، هل كانوا جميعا جهاديين؟ لا بالتأكيد لا، إلا أن السؤال الآخر الذي ينبغي أن يطرح هو الآتي: إذا كان قد قتل أول رجل شرطة في اليوم السادس منذ بداية الصراع، كيف حدث ذلك؟ هل قتلته المظاهرات السلمية أم بسبب الأمواج الصوتية للمتظاهرين؟ كيف حدث ذلك؟ لقد قتل من قبل الإرهابيين، شخص ما استعمل بندقية وقتل رجل الشرطة، وبالتالي فهو إرهابي. لا يهم إذا كان جهاديا أم لا، فهو في المحصلة قتل رجل شرطة. ربما كان هناك جهاديون أو إرهابيون، لكن الصحفيين كانوا في بداية الصراع والتقوا العديد من الأشخاص الذين كانوا يقولون نريد المزيد من الحرية والديمقراطية، لم يكن أولئك إرهابيين أو جهاديين. من المؤكد أن من حق أي شخص أن يطالب بالحرية، وعلى كل حكومة أن تدعم الحرية طبقا للدستور، لكن هل تعني الحرية قتل المدنيين وقتل رجال الشرطة وتدمير المدارس والمشافي والكهرباء والبنية التحتية؟ تلك أشياء ليست ملكا للحكومة بل ملك للشعب السوري، هذه الأشياء لا نملكها نحن ولا أملكها أنا. هل تلك هي الحرية التي تتحدث عنها؟ العديد من المحللين والصحفيين يقولون أنك ساعدت على ظهور داعش، لأن ذلك كان فرصة بالنسبة لك لكي تظهر كسد في وجه التنظيم. لكن داعش تأسس في العراق عام 2006 بإشراف الأمريكيين. أنا لست في العراق ولم أكن أبدا في العراق ولم أكن أتحكم بالعراق، الأمريكيون هم الذين كانوا يسيطرون على العراق، وداعش أتى من العراق إلى سوريا لأن الفوضى معدية. عندما يكون هناك فوضى في جوارك عليك أن تتوقع انتقالها إلى منطقتك. لكن كلمة داعش في البداية، دعني أكمل. عندما يكون هناك فوضى في بلد ما فإنه يصبح تربة خصبة لاستخدام الإرهابيين وهكذا. عندما ظهرت الفوضى في سوريا أتى داعش إليها. قبل داعش كان هناك جبهة النصرة وهي جزء من القاعدة، وقبل ذلك كان هناك الإخوان المسلمون. جميع هؤلاء يمثلون نفس الأرضية التي ظهر عليها داعش لاحقا. إذن أنت لا تتحمل أي مسؤولية عما حدث في السنوات الأخيرة في سوريا. الأمور لا تكون مطلقة عادة، ليس من الدقيق القول إننا لا نتحمل المسؤولية، لأن الجميع يتحمل المسؤولية. لدينا مشاكلنا في سوريا والحكومة مسؤولة وكل واحد منا مسؤول، كل مواطن سوري مسؤول، لكني أتحدث الآن عما جلب داعش إلى سوريا، إنها الفوضى. وحكومتكم، أو إذا أردت القول النظام الفرنسي، إذا أردنا استعمال المصطلح الذي يصفوننا به، مسؤول عن دعم أولئك الجهاديين الذين سموهم المعارضة المعتدلة. فرنسا تدعم الائتلاف الوطني، هل هم إرهابيون؟ الأشخاص الذين يتلقون الدعم الآن ويمتلكون الأسلحة الغربية أصبحوا داعش. هؤلاء تلقوا الدعم بالسلاح والعتاد من دولتكم ومن دول غربية أخرى، وقد أعلن ذلك وزير دفاعكم، أعلن ذلك مطلع هذا العام، وقال إنه أرسل أسلحة ومعدات. وبالتالي فإن أولئك الناس الذين تصفونهم بالمعتدلين نشروا عام 2012 وقبل ظهور داعش وقبل اعتراف الغرب بوجود جبهة النصرة وهي فصيل من القاعدة، نشروا
يظهر فيديوهات يأكلون فيها قلب جندي سوري ويقطعون أجساد ضحايا آخرين ويقطعون رؤوس آخرين. هم الذين نشروا ذلك وليس نحن. كيف يمكنكم تجاهل هذا الواقع وهم الذين ينشرون هذا ويخبرونكم بأن هذا هو الواقع؟ دعنا نتحدث عن الحاضر. يبدو أن الجيش السوري يستمر في استخدام الأسلحة التي لها آثار مدمرة على المدنيين مثل البراميل المتفجرة والتي تحدث آثارا مدمرة على المدنيين. لماذا لا تغيرون هذه الاستراتيجية؟ لم نسمع في جيشنا بأسلحة لا تميز بين مدنيين ومقاتلين، لأنه ما من جيش في العالم بما في ذلك جيشنا يقبل باستخدام أسلحة لا يمكن تصويبها لأنها لن تكون ذات جدوى. لا يمكن استخدام مثل تلك الأسلحة من منظور عسكري، هذا أولا. ثانيا، عندما تتحدث عن أعمال القتل التي لا تميز بين مدني ومقاتل، المسألة لا تتعلق بالسلاح بل بالطريقة التي يستخدم بها ذلك السلاح. الدليل هو في الطائرات دون طيار التي يستخدمها الأمريكيون في باكستان وأفغانستان، حيث تقتل من المدنيين أكثر مما تقتل من الإرهابيين. إنها أكثر الأسلحة دقة في العالم. إذن المسألة لا تتعلق بنوعية القنبلة، نحن لدينا قنابل نظامية وأسلحة ومعدات نظامية. ألا تستخدمون البراميل المتفجرة؟ ما هي البراميل المتفجرة؟ هل لك أن تخبرني ما هي؟ هناك عدة وثائق وفيديوهات وصور كهذه، حيث ترى برميلا متفجرا ألقي من مروحية، هذه حلب وهذه حماة، قبل عدة أشهر وقبل عام. الجيش السوري وحده يمتلك مروحيات، فما هو جوابك؟ هذا ليس دليلا، هاتان صورتان لشيئين مختلفين ولا أحد يستطيع أن يربطهما ببعضهما البعض. حلب وحماة؟ لا لا، هذه الصورة التي ذكرتها هنا، ما هي؟ لم أرى شيئا كهذا في جيشنا. أنا لا أتحدث عن المروحيات بل عن الصورتين. كيف يمكن أن تربط الشيئين ببعضهما؟ هل تقول إن هذه الصور مزورة؟ هل هي وثيقة مزورة؟ لا، ينبغي أن يتم التحقق منها، لكن نحن نستخدم في جيشنا القنابل النظامية التي يمكن تصويبها وحسب. ليس لدينا أي أسلحة ترمى بشكل لا يميز بين مدني ومقاتل، هذا كل ما في الأمر. لكن هذه مروحية، والجيش السوري وحده لديه مروحيات. نعم بالطبع، أنا لم أقل إنه ليس لدينا مروحيات وإننا لا نستخدمها. أنا أتحدث عن الأسلحة التي تصوب وتستهدف الإرهابيين. ما الغاية من القتل دون تمييز؟ ما الغاية من قتل المدنيين؟ إن الحرب في سوريا تتعلق بكسب عقول وقلوب الناس ولا تتعلق بقتل الناس. إذا قتلت الناس لا تستطيع البقاء في منصبك كحكومة أو كرئيس، هذا مستحيل. ماذا عن الأسلحة الكيميائية؟ قبل عامين التزمتم بعدم استخدام الأسلحة الكيميائية، هل استخدمتم غاز الكلور في معركة إدلب الشهر الماضي؟ لا، هذه رواية مزورة أخرى أطلقتها الحكومات الغربية، وسأقول لك لماذا. نحن نملك معملين للكلور، واحد أغلق منذ بضع سنوات ولم يعد يستخدم، والآخر يقع شمالي سوريا وهو المعمل الأكثر أهمية من المعمل الأول. إنه على الحدود التركية وتحت سيطرة الإرهابيين منذ سنتين. أرسلنا وثائق رسمية للأمم المتحدة فيما يتعلق بهذا المعمل، أرادوا أن يأتوا وأرسلوا لنا ردا رسميا بأنهم لم يتمكنوا من الوصول إليه، وبالتالي فإن الكلور في سوريا يقع تحت سيطرة المجموعات المسلحة، هذا أولا. ثانيا، هذا ليس من أسلحة الدمار الشامل. الأسلحة النظامية التي نمتلكها أكبر أثرا من الكلور، ولهذا فنحن لسنا بحاجة لاستخدامه في كل الأحوال. لكن هناك تحقيقات، ولا بد أنك اطلعت على تقارير هيومن رايتس ووتش حول إدلب الشهر الماضي. كان هناك ثلاث هجمات صدر عنها رائحة الكلور، وظهرت أعراض متطابقة مع أعراض التعرض للغازات السامة، هذا ما قاله التحقيق. هذه الهجمات حصلت في منطقة تسيطر عليها مجموعات المعارضة المسلحة. هل هيومن رايتس ووتش تكذب؟
نحن لم نستخدم الكلور ولسنا بحاجة لاستخدامه، لدينا أسلحتنا النظامية ويمكننا تحقيق أهدافنا دون ذلك، وبالتالي فنحن لا نستخدمه وليس هناك أي دليل على ذلك. هناك شهود وهناك إفادات الأطباء؟ لا، في كل الاتهامات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في الماضي وفي الحاضر كنا نحن الطرف الذي طلب من المؤسسات الدولية إرسال وفود للتحقيق، كنا نحن من فعل ذلك وليس العكس. لقد تعرض جنودنا لغاز السارين قبل عامين ودعونا الأمم المتحدة لإجراء تحقيق، كيف يمكن لنا أن ندعوها بينما نستخدم هذا الغاز؟ هذا ليس صحيحا ولا منطقيا. هل أنتم مساعدون لدعوتهم مجددا هذه المرة فيما يتعلق بإدلب؟ لقد فعلنا ذلك فعلا ونحن ندعوهم دائما، ليس لدينا مشكلة في ذلك. الآن هناك تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة يقصف داعش من الجو، هل يعد ذلك مشكلة بالنسبة لكم أم أن ذلك يساعدكم؟ لا هذا ولا ذاك، ليس هناك بالطبع مشكلة في مهاجمة الإرهابيين، لكن إذا لم يكن التحالف جادا فإن ذلك لا يساعدنا. لماذا هو غير جاد؟ إذا أردت المقارنة بين عدد الضربات الجوية التي يقوم بها التحالف المكون من 60 بلدا وبيننا نحن البلد الصغير، ستجد أننا ما نقوم به يبلغ أحيانا 10 أضعاف ما يقوم به التحالف في يوم واحد. هل هذا جدي؟ استغرقوا 4 أشهر لتحرير ما يسمونه في وسائل إعلامهم مدينة كوباني على الحدود التركية رغم وجود مقاتلين سوريين على الأرض، إذن فهم غير جادين حتى الآن. الدليل الآخر هو أن داعش توسع في سوريا والعراق وليبيا وفي المنطقة بشكل عام، وعليه كيف تستطيع القول إن التحالف كان فعالا؟ إنهم ليسوا جادين ولذلك فهم لا يساعدون أحدا في هذه المنطقة. لقد شن التحالف آلاف الضربات الجوية في البداية، لكن فرنسا تشن ضربات في العراق وحسب. هل تريدون من فرنسا الانضمام إلى التحالف لتوجيه ضربات جوية في سوريا أيضا؟ قلت إنهم غير جادين في كل الأحوال، لا يمكن تشكيل تحالف ضد الإرهاب يدعم الإرهابيين في نفس الوقت، وبالتالي فإننا لا نكترث إذا وجهوا ضرباتهم في سوريا أو في العراق أو في البلدين طالما استمروا في دعم نفس الإرهابيين في الوقت نفسه. إنهم يرسلون الأسلحة إلى نفس الإرهابيين بذريعة دعم المعارضة المعتدلة في الوقت الذي وصف فيه أوباما هذه المعارضة بأنها وهم. إذن إلى من تذهب هذه الأسلحة فعليا؟ إلى الإرهابيين. هذا تناقض ولا يجدي نفعا. أنتم وفرنسا لديكم نفس العدو المتمثل في داعش. لقد حدثت هجمات في فرنسا في كانون الثاني في تلك الفترة، هل تواصلت أجهزة استخباراتكم مع أجهزة الاستخبارات الفرنسية؟ هناك بعض الاتصالات لكن ليس هناك تعاون. ما الذي تعنيه بالاتصالات؟ اجتمعنا مع بعض مسؤوليكم الأمنيين لكن ليس هناك تعاون. ليس هناك تبادل للمعلومات؟ لا شيء على الإطلاق. إذن لماذا اجتمعتم بهم؟ هم أتوا إلى سوريا ولم نذهب نحن إلى فرنسا. هم أتوا ربما لتبادل المعلومات، لكن عندما ترغب بإقامة مثل هذا التعاون فإن ذلك يكون طريقا في اتجاهين، نحن نساعدهم وهم يساعدوننا. الآن وطبقا للواقع المتعلق بسياستكم أو سياسة الحكومة الفرنسية ينبغي أن نساعدهم بينما يقومون هم بدعم الإرهابيين ويقتلون مواطنينا، هذا الأمر لا ينجح. هل طلبت فرنسا التواصل مع أجهزة استخباراتكم؟ نعم لقد اجتمعنا بهم، لقد كان هناك اجتماع معهم بناء على طلب فرنسي؟ نعم، نحن ليس لدينا ما نطلبه من أجهزة الاستخبارات الفرنسية، لدينا جميع المعلومات عن الإرهابيين. هناك مئات من الفرنسيين يقاتلون مع داعش في سوريا، هل اعتقلتم بعضهم؟ هل هناك بعض الفرنسيين الأعضاء في داعش في السجون السورية؟ لا، ليس لدينا أي منهم في السجون، لدينا معلومات فقط بأن أغلبية أولئك الجهاديين يأتون إلى هنا للقتال والموت والذهاب إلى الجنة، هذه أيديولوجيتهم وبالتالي فهم ليسوا مستعدين للذهاب إلى أي سجن. إذن ليس هناك أي منهم في السجون؟ لا، ليس لدينا أحد منهم في السجون. هناك البعض في فرنسا اليوم، بعض السياسيين وبعض البرلمانيين، وقد استقبلت بعضهم هنا مؤخرا، يقول هؤلاء إنه آن الأوان للتحاور معك. ما هي المبادرة التي أنت مستعد لإطلاقها لإقناع الآخرين بأنك يمكن أن تكون جزءا من الحوار معهم؟
مع فرنسا. عليهم هم أن يقنعوني أولا بأنهم لا يدعمون الإرهابيين وأنهم ليسوا شركاء في سفك دماء السوريين أولا. هم الذين أخطأوا فيما يتعلق بسوريا، أما نحن فلم نقتل أي فرنسيين أو أوروبيين. نحن لم نساعد الإرهابيين في بلادكم، لم نساعد أولئك الذين هاجموا شارلي إبدو، أنتم ساعدتم الإرهابيين، وبالتالي فإن بلادكم والمسؤولين الغربيين ينبغي أن يقنعونا بأنهم لا يدعمون الإرهابيين، لكننا مستعدون لأي حوار أخذين في الاعتبار أن ذلك سيحقق مصلحة المواطنين السوريين. إذن في الوقت الراهن لست مهتما في التحاور مع فرنسا؟ لا، نحن مهتمون دائما بالحوار مع أي كان، إلا أن ذلك يعتمد على السياسات. كيف لنا أن نجري حوارا مع نظام يدعم الإرهاب في بلدنا؟ ولماذا؟ هذا هو السؤال. عندما يغير سياساتهم سنكون مستعدين للحوار، لكن دون ذلك ليس هناك هدف للحوار، والحوار ليس من أجل الحوار. فأنت تحاور من أجل التوصل إلى نتائج معينة، والنتيجة بالنسبة لي تتمثل في أن تتوقف هذه الحكومة عن دعم الإرهابيين في بلادي. إذن ليس لديك رسالة تبعث بها لفرانسوا أولاند بهدف الحوار؟ أعتقد أن الرسالة الرئيسية التي ينبغي أن ترسل له هي من الشعب الفرنسي. استطلاعات الرأي في فرنسا تبين الرسالة التي ينبغي أن يصغي هولاند إليها، وهي أنه أقل الرؤساء شعبية في تاريخ فرنسا منذ خمسينيات القرن الماضي. ينبغي أن يهتم بمواطنيه وأن يمنع الإرهابيين من القدوم إلى فرنسا. بالنسبة لي كشخص يعاني مع مواطنيه في سوريا من الإرهابيين، أعتقد أن الرسالة الأكثر أهمية هي أن ما تشهدونه في فرنسا لا يتعدى قمة الجبل الجليدي. عندما تتحدث عن الإرهاب ينبغي أن تعرف أن هناك جبلا بأكمله تحت المياه. حذاري من هذا الجبل الذي سيحل بمجتمعكم. عندما قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنه ربما يكون أو سيكون هناك حوار مع الرئيس بشار الأسد بعد أن كان قد اتخذ موقفا مختلفا، أنت قلت حسنا، هذه كلمات وأنا أريد أفعالا، أنا مستعد للحوار. إذن هل أنت مستعد للحوار؟ بالطبع نحن مستعدون. قلت إننا مستعدون لإجراء حوار مع كل بلد في هذا العالم، بما في ذلك القوى العظمى في العالم وبما فيها فرنسا. لكن قلت إن الحوار ينبغي أن يستند إلى سياسة معينة. لقد كانت فرنسا أولا وبريطانيا ثانيا هما رأس الحربة ضد سوريا هذه المرة وفي دعم الإرهاب في سوريا، وليس الولايات المتحدة. أوباما أقر بأن المعارضة المعتدلة هي خيال. هو لم يقل ذلك، هو قال إنها وهم. قال إن من الوهم الاعتقاد أننا يمكن أن نسلحهم وأن بوسعهم كسب الحرب، لكنه لم يقل إن ليس هناك معارضة معتدلة. تماما. ما الذي يعنيه بقوله يمكن أن نسلحهم وبوسعهم كسب الحرب؟ ما الذي يعنيه بالوهم؟ قالوا إنهم سيسلحون المعارضة المعتدلة. هل يمكنك إخباري ما هي هذه المعارضة المعتدلة؟ أين هي؟ نحن لا نراها. نحن نعيش في سوريا بينما أنتم تعيشون في فرنسا. أنا أعيش هنا ولا أعثر عليها لأحاربها. إذا كان علينا أن نفعل ذلك إنها ليست موجودة. تقول إن هناك بلدان أجنبية، عدد كبير من البلدان الأجنبية ضالعة في الصراع في سوريا، لكن دون الدعم الإيراني ودون دعم حزب الله هل ستكونون قادرين على محاربة الإرهاب الآن؟ ثمة فرق كبير بين التدخل والدعوة للمشاركة. لكل بلد ولكل حكومة في العالم، لكل دولة الحق بدعوة أي بلد أو حزب أو منظمة للمساعدة في أي مجال، لكن ليس من حق أي بلد التدخل دون دعوة. وهكذا فقد دعونا حزب الله، لكننا لم ندعو الإيرانيين. ليس هناك إيرانيين في سوريا ولم يرسلوا أي قوات. أليس هناك إيرانيون يقاتلون معكم؟ لا لا، إنهم لا يشاركون في القتال. تربطنا مع إيران علاقات منتظمة منذ أكثر من 3 عقود. هناك قادة وضباط يذهبون ويأتون بين البلدين بموجب التعاون القائم بيننا منذ وقت طويل. هذا مختلف عن المشاركة في القتال. وهكذا نحن كحكومة لدينا الحق في مثل هذا النوع من التعاون، لكن فرنسا والبلدان الأخرى ليس من حقها دعم أي فريق في بلدنا. هذا انتهاك للقانون الدولي، وانتهاك لسيادتنا، وانتهاك للقيم التي يفتخرون بها أو التي يزعم البعض أنه يفخر بها منذ عقود أو ربما منذ قرون، والتي تتمثل إحداها بالديمقراطية. هل من الديمقراطية إرسال السلاح للإرهابيين ودعمهم؟ هل من حق دعم الإرهابيين الذين هاجموا شارلي إبدو أو شيء مشابه؟ لا. تعلم ما قاله رئيس الوزراء الفرنسي عنك مؤخرا؟ قال إنه جزار. ما ردك على ذلك؟ First of all, let me be frank with you.
أولا دعني أكون صريحا معك، لم يعد أحد الآن يأخذ تصريحات المسؤولين الفرنسيين على محمل الجد لسبب واحد، هو أن فرنسا باتت تابعة بشكل ما للسياسة الأمريكية في المنطقة. إنها ليست مستقلة ولا وزن لها، لا تحظى بالمصداقية، هذا أولا. ثانيا أنا كمسؤول أهتم دائما برأي الشعب والمواطنين السوريين. أنا لم أصنع في فرنسا ولا في أي بلد آخر، أنا هنا بإرادة المواطنين السوريين وهذا ما يهمني. هل تعتقد أنك ستكسب هذه الحرب يوما ما، وأن كل شيء سيعود لما كان عليه من قبل، وأن سوريا ستعود لما كانت عليه دون أن يتغير شيء؟ لا، لا شيء سيعود إلى ما كان عليه، لأن إعادة الأمور إلى ما كانت عليه تعني أننا لا نتطور وأننا لم نتعلم من الصراع. لقد انطوى هذا الصراع على العديد من الدروس، علينا التعلم من هذه الدروس، وعلينا أن نجعل الأمور أفضل وليس كما كانت عليه، وفي هذا فرق كبير. مع استمرار بشار الأسد في حكم سوريا؟ أنا لا أكترث لذلك، ما يهمني هو ما يريده الشعب السوري. إذا كانوا يريدون بشار الأسد فسيبقى، وإذا كانوا لا يريدونه فسيغادر فورا. أعني أنه كيف له أن يحكم دون دعم شعبه؟ هل يستطيع ذلك؟ لا يستطيع. كيف لك أن تعرف أنك تحظى بدعم شعبك؟ أولا لو لم أكن أحظى بالدعم فإن الشعب لما كان يدعم الجيش، وبالتالي لن نتمكن من الصمود لأربع سنوات. كيف لك أن تصمد دون دعم الشعب؟ ربما كانوا خائفين. هناك 23 مليون سوري، كيف لهم جميعا أن يخافوا من شخص واحد أو من جهاز استخبارات واحد أو حكومة واحدة؟ هذا غير واقعي وغير عقلاني. هل تعتقد أن لديكم ديمقراطية الآن في سوريا وبوسع الناس أن يقولوا فعلا ما يعتقدونه؟ لا، كنا على طريق الديمقراطية، فهي سيرورة ومسار طويل. ليس هناك نقطة معينة تصلها وتقول هذه هي الديمقراطية. إذا أردت أن تقارننا بالغرب، بفرنسا وبلدان أخرى، أقول لا، فأنتم متقدمون كثيرا عنا بالتأكيد بسبب تاريخكم وبسبب العديد من الظروف والعوامل الأخرى. لكن إذا أردت أن تقارننا بأقرب أصدقائكم السعودية، فإننا بالطبع ديمقراطية. إذن الأمر يعتمد على مع من تقارننا. إذا اقتنعت بأن التخلي عن السلطة سيؤدي إلى السلام في سوريا، فهل تفعل ذلك؟ دون تردد. تفعل ذلك؟ إذا كان الأمر كذلك سأفعل ذلك دون تردد، وسأترك السلطة. إذا كنت سبب الصراع في بلدي لا ينبغي أن أكون هنا، هذا بديهي. أردت أن أريك صورة أخرى. هذا جيل جاكي كان صحفيا يعمل في قناتنا فرنسا الثانية، قتل هنا في سوريا قبل 3 سنوات. كنت قد وعدت بإجراء تحقيق لمعرفة من قتله. ما الذي يمكن أن تقوله لنا حول هذا التحقيق اليوم؟ بصرف النظر عن الاتهامات التي أطلقت حينذاك والتي قالت إننا قتلناه، فقد كان في منطقة سكنية تقع تحت سيطرة الحكومة وقتل بقذيفة هاون وليس برصاصة وهكذا، فإن الأمر البديهي هو أن الحكومة لم تقصف نفسها أو المنطقة السكنية التي يقطنها أنصارها بالهاون. إذن من الواضح والجميع يعرف، والعديد من وسائل الإعلام الفرنسية اعترفت حينذاك بأنه قتل بقذيفة هاون أطلقتها ما تسمونها المعارضة، بينما هم في الواقع إرهابيون، وبالتالي فمن المؤكد أنه قتل من قبلهم. لكن إذا أردت أن تعرف، هل تسأل عن التحقيق؟ نعم، هل كان هناك تحقيق؟ هل لك أن تعطينا نتيجة هذا التحقيق وأن تقدمه للعدالة الفرنسية؟ لا، لا يترتب علينا إثبات شيء، نحن لدينا إجراءاتنا القانونية، وعندما ترتكب جريمة في سوريا نتبع هذه الإجراءات كأي بلد آخر. لدينا نظام قضائي في سوريا ولدينا إجراءات نظامية. إذا أردت أن تعرف التفاصيل يمكن إحالتك بعد هذه المقابلة إلى الجهة المعنية. ولا مانع لديك من تقديم هذه المعلومات للعدالة الفرنسية؟ طبعا ليس لدينا أي مشكلة. إذا أرادت العدالة الفرنسية إرسال محققين إلى هنا، رجال شرطة وقاضي.